السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود ربيع. النهاردة هنتكلم على شجرة الليمون أو يعتبر كمان شجرة البرتقال. لو عندك شجرة ليمون ما بتسمرش، لو عندك شجرة ليمون ما بتكبرش، لازم تتفرج على الفيديو. كمان هنتكلم على إسرار شجرة الليمون وأفضل نوع اللي أنت تقدر تروح تشتريه من المشتل، وأسعارهم إيه، وإيه طرق العناية، وليه الثمار الزهور بتسقط منها ظهور الشجرة. ونتكلم على كل الآثار. لو أول مرة تشوف القناة اشترك وفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو دوس لايك وريك كل اللي يشارك الفيديو مع أصدقائنا وأصحابنا، خلي الكل يستفيد. شجرة الليمون من الأشجار الحمضية، طبعا بتتمتع إن هي بريحة وأزهار جميلة جدا، وكمان فيها فيتامين سي، وطبعا اللي احنا كلنا بنحتاجه في الوقت اللي هو بتاع كورونا ده، ربنا يبعده عننا. اهم حاجه العنايه بشجره الليمون. المشكله في الوطن العربي ان احنا بنشتري شجره الليمون ما بنهتمش بيها، لا تسميد ولا ري ولا اي حاجه. طيب، اول حاجه لازم تسقي شجره الليمون بانتظام طول فتره النمو. تاني حاجه لازم نسمد اشجار الليمون بالاسمده طبعا المناسبه، وده بنضيفه على 3 فترات، لازم 3 مراحل. المرحلة الأولى في شهر مارس، شهر 3، بعد طبعا زوال إخطار الصقيع أو البرد وقبل إنتاج الزهور. الثانية في شهر مايو، والثالثة في شهر يونيو أو شهر 6. طبعا ما بينصحش إن أنت تسمد شجرة الليمون في فترة البرد أو الصقيع. أهم حاجة كمان نحط طبقة من السماد العضوي حوالين ساق النبات، مع المراعاة لإبقاء بعيد سنتيمترات. يعني أنت اللي هو أهم حاجة لو حطيت سماد بلدي في الوقت الحالي لازم تحطه معقم، يعني خالي من الفطريات والبكتيريا والحشائش طبعا، وده بتلاقيه في المشاتل، وتبعده عن الجذر وتبدأ إن أنت تحطه. تالت حاجة لازم تقلم أشجار الليمون وبتخلص منها من الأغصان المميتة والأغصان المتشابكة، طبعا دي في فترة فصل الربيع بعد زوال طبعا فترة الصقيع اللي هي البرد. المحافظة طبعا على شجرة الليمون، طبعا في فات كتير جدا بتصيب أشجار الليمون مثل العفن اللي هي بتصيب الثمرة، وفي طبعا اللي هي حشرة المن والتريبس، وده بنرشها بفتاك واحد. اهم حاجه لو حقديت ان انت في شجره الليمون، هقول لك ايه العنايه بتاعتها. لازم تختار المكان المناسب تحت اشعه الشمس، يعني لازم في مكان اقل حاجه بيجي فيه 5 ساعات شمس مباشر. طبعا يفضل زراعتها بعيده عن الريح، عن الجو الريح الهواء، وفي فصل الربيع بالرغم من زراعتها في اي وقت انت ممكن تزرعها طول العام. اختار طبعا مكان مناسب بعيد عن تجمعات الامطار طبعا، لان هي ما بتحبش الاماكن اللي هي فيها مياه زياده. وكمان لما تحفر حفرة لما تيجي تزرعها من المشتل لازم تعمل حفرة عميقة والاتساع المناسب بحيث انها تكون 3 اضعاف التربة. خلي بالك من الحتة دي جدا، لان دي برضو ما تخنقش التربة. واهم حاجة طبعا تزرع شجرة الليمون بعيد عن المباني والاشجار الاخرى بمسافة لا تقل عن 12 قدم. طيب، انا دلوقتي حبيت هقول لكم طبعا السر، هنا هكلمكم عن السر طبعا اللي احنا بنستعمل بيه. لو رحت شاريت من المشتل لازم تشتري شجرة ليمون او برتقال، لازم تشتريها مطعمة اللي هي بتكون واخدين غصن من شجرة مثمرة بيطعموها بيه عشان تكون مزرعة، عشان تنتج عندك. اي شجرة مش مثمرة مش هتنتج عندك ولا هتطلع. افضل شجرة تشتريها اللي هو طبعا الليمون الشهري، وده موجود في جميع المشاتل، وطبعا حاليا فيه الليمون الصيني، وفي يعني في عدة حاجات. كمان ما ننساش التسميد. بالنسبة للإضاءة 5 ساعات شمس مباشرة، الري على حسب التربة اللي موجودة عندك، ابعد عن الرياح وابعد عن الحدائق الأشجار التانية. يا ريت كل الفيديوهات بتعجب حضراتكم، ما تنساش تدوس لايك وتشير وتشارك الفيديو، وكل جديد إن شاء الله على القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود ربيع.